عملها رامي عصام ان هو لحن الهتافات والشعارات اللي احنا بنقولها. كون شغال بذمه خايف على مصلحه الامه، شغلك يطلع من غير لازمه علشان ما بيعلش غير واطي. تعطي راسك تعطي تعطي كلنا في نفس واحد، لما حميها يكون حراميها وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها مسنود بالبدلة الزباطي. تعطي راسك تعطي تعطي احنا في بلد ديمقراطي، لما حميها يكون حراميها وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها مسنود بالبدلة الزباطي. تعطي راسك تعطي تعطي انت في وطن ديمقراطي، تعطي راسك تعطي تعطي كلنا انت في وطن ديمقراطي، تعطي راسك تعطي تعطي انت في وطن ديمقراطي. انا اسمي رامي عصام، يوم الاربع 9 مارس في ميدان التحرير الجيش هجم على الميدان مرة واحدة وكان معاه بلطجية كتير جدا، وكانوا متفقين مع بعض ان هم يخشوا يخلوا الناس المعتصمين في الميدان، خدوا ناس كتير وانا كنت من الناس اللي اتاخدت، وادوني على المتحف المصري. من اول ما دخلنا جوه حصل ضرب بعنف شديد جدا ومن غير ما يسمعوا مننا اي حاجه ولا يفهموا احنا متاخدين ليه ولا اي حاجه. انا في الاول ما رضيتش اعترض على العسكري او انا وسط البلطجيه عشان كنت فاكر ان هم مش هيفهموني، قلت اروح للضباط جوه عشان هم ممكن يفهموني احسن. حصل العكس تماما، الضباط كانوا بيتعاملوا بعنف اكتر بكتير من العساكر، ما كانوش بيفهموا اي حاجه، ما بدوش فرصه لحد. من اول ما دخلت قعدوا يضربوا فينا جامد جدا، وبعدين بعد ما دخلت رموني في الارض وقلعوني هدومي وقصوا لي شعري واستخدموا اساليب ضرب كتير، كانوا بيضربوا بعصيان وبحديد وبمواسير وخراطيم وخرزانات وبسلك وبالاحزمه بتاعتهم، غير ان هم لما كانوا بيحطونا في الارض كانوا بيدوسوا على وشنا واكتر من مره كان في كذا رائد وكذا نقيب كانوا بيتلموا عليا كل شويه، وكانوا لدرجه ان كان في واحد فيهم كان بينط في الهواء وبينزل برجليه الاثنين على وشي وعلى ظهري. وبعدين خدوني ورا الكشك الامن بتاع المتحف المصري وكانوا حاطين وشي في التراب وقعدوا يردموا عليا بالتراب شويه كده، وبعدين كهربوني وكهربوني كتير جدا، اكتر من واحد كانوا بيكهربوني في نفس الوقت. ويعني حسبي الله ونعم الوكيل في الجيش المصري. اضحكوا يا ثورة، قالك ايه قلة مندسة، اضحكوا يا ثورة، قالك ايه اللي نجم خرب، اضحكوا يا ثورة.